تقر وتعترف ان مستوى الاهلي مختلف عن باقي المنافسين اللي واجهتهم هذا الموسم؟ فيري كويك يس اور نو ميبي يس ربما maybe yes. نعم تقر وتعترف ان بعض الوكلاء تواصلوا معك من اجل قيادة نادي الزمالك بعد قرار الاستغناء عن فريرا او قبل العودة اليه مرة اخرى؟ نو نو لم يحدث. ارجو ان انت تجاوب على السؤال ده. تقر وتعترف انك كنت معارض بشدة لرحيل مروان عطية الى النادي الاهلي؟ انا اتفق مع الرئيس. نعم كنت متفق مع الرئيس على رحيله. نعم اتفق على رحيله مع رئيس النادي. تقر وتعترف انه علاقتك بالاستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وبالتالي مجلس اداره، لكن محمد مصلحي اعتقد كانت اساس لنجاحات كبيره جدا موجوده في نادي الاتحاد السكندري. شكرا. نعم هذه نقطة هامة، أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة يقدمون لي كل هذا الدعم للاستمرار في عملي وأن ننهي الدوري بمكان ورائعة ممكنة. مبسوط في مصر؟ نعم سعيد جدا بوجودك. آمن في مصر؟ آمن؟ نعم آمن جدا في مصر.